أنا أقول لكم أخواني هذا استحقاق وطني يجب على الشعب الكويتي أن يصطف مرة أخرى. اصطف مرارا وتكرارا هذا الشعب الكريم لإيصال أغلبية تشريعية. اصطف في 2012 وحقق أغلبية تشريعية، واصطف في 2020 وحقق أغلبية تشريعية كعدد أكثر كذلك من 2012. وأنا أعتقد أن الاستحقاق القادم قريب وقريب جدا، نتحدث عن 4 أسابيع فقط بيننا وبين هذا الاستحقاق الوطني، وأنا على يقين أن الشعب الكويتي رغم محدودية صوت الواحد وسوء هذا القانون الانتخابي، لكن استطاع الشعب الكويتي أن يوحد الصفوفة لاختيار معارضة إصلاحية بإذن الله تستطيع تحقيق طموحات الشعب الكويتي وتستطيع تحقيق الاستقرار المفقود. فلا تنمية بدون استقرار، ولا استقرار بدون تنمية، فإن الاستقرار المستحق يبدأ بقرار، وهذا القرار يبدأ باستحقاق، وهذا الاستحقاق نحن على موعد معاه يوم 3/6/2023. بالنهاية لما نقول كمل يعني حل، نتحدث عن حل مجلس الأمة، من له حق حل مجلس الأمة هو حضرة صاحب السمو. الآن احنا أمام استحقاق قادم وتحديات كبيرة جدا تحقق هذا الاستقرار. أخواني الكويت تعبت، أنا ما أتكلم عن تعبي أن كل مرة الأمة تختارني وأنزل مرة ثانية، تعبي هون المواطن، تعب المواطن في بلده يحس بعدم الأمان، وهذا عدم الأمان سبب نتيجة لأسباب أهم عدم الاستقرار. وبالتالي أنا الأوان أخواني أن نحقق طموحات الشعب الكويتي، لأن اللي قاعد نعيشه حقيقة حالة من الاصطفاف اللي الشعب الكويتي بدأ يرفضها. والشعب ترى ما يبي شيء، الشعب يشوف موارد المالية متاحة تقدر تحقق في طموحاته السكنية والتعليمية والصحية. إذا ما نفقده الاستقرار، وهي مسؤولية الجميع، المواطن والمؤسسات والسلطتين التشريعية والتنفيذية. ولذلك الحديث عن انتخابات أو حل مجلس ونحن على أعتاب انتخابات تفصلنا بينها أيام، أنا أعتقد هذا حديث يعني الحديث المستحق هو كيف لأغلبية يصطف فيها الشعب مرة أخرى، وأنا على يقين دائما أن الشعب الكويتي يستطيع أن يصطف مرة أخرى لاختيار بإذن الله أغلبية تشريعية تحقق طموحات الشعب الكويتي المستحقة وتحقق حقيقة أجنداته. ولذلك هي رسالة كذلك للسلطة التنفيذية، الحكومة الدستور يقول عليها تقديم برنامج عمل، عضو مجلس الأمة يطير بجناحي الرقابة والتشريع، إن لم نجد هناك برامج عمل قابلة للتطبيق منو راح يوقف عن يعني شلون الشعب الكويتي من 1946 أول شحنة بترول والشوارع عبارة عن مواد بتروكيماوية وبترولية، ويشوف شوارع مهدمة، يشوف طب دوا ما يحصله، يلجأ إلى دول مجاورة حتى يحصل دوا. وعليه أنا أقول هي مسؤوليتنا جميعا، والشعب الكويتي تعب والكويت أرهقت، ولذلك أنا علينا جميعا أن نحقق ذلك الاستقرار المنشود والمفقود لتحقيق طموحات الشعب الكويتي. يبدو أن هناك من يريد أن يعني يتحدى الإرادة الشعبية ويكون يعني وتكون له ند، وعادة الشعب الكويتي والتاريخ التاريخ يقول لا يمكن لأحد أن يتحدى الإرادة الشعبية، وبالتالي الاصطفاف الشعبي أراه مستحقا وراه بإذن الله متوفر وموجود، ويستطيع الشعب الكويتي أن يصطف اصطفافا آخر وطنيا كما اصطف في 2012 وكررها في 2022 وسيكررها بإذن الله في 2023. ما حدث في السابق يجب أن نتعلم منه جميعا، سواء يعني كتلة تشريعية وأغلبية إصلاحية أو حكومة كذلك، كل له أخطائه. وبالتالي ترتيب الصف الداخلي النيابي بأولوياته، وترتيب الصف الحكومي بأولوياته، لأن نحتاج حكومة إنجاز، حكومة مشاريع، حكومة برنامج عمل، وهذا مفقود صار لفترة. ما لنا إلا أن نتفائل أن يكون مهيئا أو نصنعه، يجب علينا كمواطنين أن نصنع الفارق. قلت لك أخوي الكريم الكويت تعبت، المواطن الكويتي فقد الأمان في بلده، وهذا شيء خطير، شعور خطير إخواني. فهي مسؤوليتنا جميعا، وإحنا لا نملك إلا أن نتفائل، وأنا بإذن الله متفائل، ويزداد تفاؤلي بإذن الله بالنتائج الانتخابات القادمة، وبإذن الله تكون 6/6، ويتكون قوتها كمعارضة وتشريع ورقابة واستقرار 6/6.